ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مريم الحاج من قناه الوصفه هوم. النهارده هنعمل سبت الغسيل، بس مش اي سبت غسيل، سبت الغسيل من الريسايكل. هنجيب 3 اسبات من عند عم سيد الخضار، هنقول له ادهم لنا يا عم سيد، هيدهم لنا عم سيد واحتمال كبير ما ياخدش مننا حاجه. دلوقتي احنا محتاجين 3 اسبته من النوع ده. طيب هنجيب مقص، المقص هنقص بيه المربعات الصغيره اللي على قد ايدنا اللي زي كده. هيبقى عندنا الزوايا اللي هي الكبيره دي شويه بصفيحه المنشار. تخلصنا من الدهر بتاعه بس مش هتخلص منه نهائي، احنا فريق ريسايكلينا لازم نحتفظ بكل حاجه، هنشيله على جنب وهنعمل بيه حاجه تانية. دلوقتي احنا فرغنا السبت ده اللي احنا احتفظنا بقاعدته عشان نعمل بيه ريسايكل تاني، وفرغنا كمان السبت ده، ولكن السبت التالت هنحتفظ بيه سليم بقاعدته زي ما هو. وناخد السبت الاولاني ونحطه بالطريقه دي، وفي المرحله دي هنحتاج شريط الرباط ده علشان نجمع بيه الثلاث وحدات اللي احنا عاملينهم. على فكره شريط الرباط دوت متوفر في البنزيمات بتاعه العربيات، بنزيمه اللي بنمول منها البنزين، ومتوفر عند برضه بتاع الحداد والبيات. وهنكرر نفس الفكره في الاتجاه التاني، ده هيحافظ على غسيل جدا لان فيه خروم للتهويه كتير وهيكون مناسب لحاجات كتيره قوي. ودلوقتي هنحط الدور التالت وهنطبق نفس الفكره بنفس الطريقه. طب حد هيقول يا مريومه اوكي ثبت الغسيل كبير وجميل، لكن ممكن حد من الاولاد يكون شقي شويه يمد ايده بعكش الغسيل، طب في الحاله دي هنعمل ايه؟ هقول لها لا يا حبيبتي ما تزعليش، طلباتك اوامر. انا هعمل لك غطا للايه؟ لثبت الغسيل الجميل ده. ودلوقتي هنركب الغطا بس المره دي بالطريقه العكسيه، 2 برضو رباط بلاستيك بس المره دي مش هنقفله قوي. ليه مش هنقفله؟ علشان نديله امكانيه للحركه، يعني كده كويس قوي. وهنجرب مع بعض وهنشوف كده. خلاص ركبنا الدور الاخير وهو الغطا، نجرب مع بعض. وبعد ما انتهينا من تقفيل السبت دوت نبتدي نحسب تكاليف، وهنقول احنا اتكلفنا 10 رباط، هما التلاتة بحوالي 2 جنيه. طيب 10 يعني هنقول ال10 دول يعملوا مثلا 5 جنيه. كويس، لو اكتفينا على كده اوكي، ما اكتفيناش على كده وحابة تصرفي شوية انت ممكن تجيب سبراي، وهتكون دي النتيجة لو استعملتي اللون الذهبي، وهتكون دي النتيجة لو استخدمتي اللون الأبيض. لكن لو احنا عايزين نوفر خالص ونكتفي بالعشرة جنيه اللي احنا صرفناها، يبقى هنروح نعمل برضو ريسايكل لحاجة تكون مستخدمينها قبل كده عندنا. وأنا فضلت أعمل ريسايكل للقماش ده لأنه أولا سهل الخياطة جدا، ولو عملتيه بأي غرزة مش هتبان لأن الفرو اللي فيه دوت بيداري أي عيوب فيه. طيب وفي نفس الوقت هو لكرة انا هقدر البسه للسبت واخرجه منه عشان انضفه واغسله وارجعه تاني بكل سهوله. نجرب كده، احنا عملنا الاسبته الاساسيه اللي هي بتاعه الجسم بتاع السبت، ودلوقتي هنبتدي تقفيل الكسوه بتاعه سبت الغسيل اللي احنا عملناها من الريسايكل عن طريق جهاز الشمع بتاعنا. الشمع يكون سخن بكفايه علشان خاطر الكسوة تلزق معانا بسرعة وتتشد كويس. وبكده نكون عملنا سبت الغسيل بأقل التكاليف. وعلى فكرة سبت الغسيل ده هو ممكن يستخدم للغسيل وممكن يستخدم لأغراض أخرى كتير، منها تغزيل لعب الأطفال اللي بتبقى مالية الدنيا،